السلام عليكم وصحة رمضانكم. اليوم في شيوة أموات إن شاء الله راح عندي لكم طبق عاصمي اللي معروف بمومو في حجر أمو. طبق سهل، المهم هو يندار، يعني الطبق الأصلي يندار باللحم. أنا اليوم ما حنديرو بالدجاج، أنا درت قطع دجاج فقط، وكل وحدة دير لحسب أفراد العائلة. درت شوية زيت مع شوية تاع زبدة أو سمن أو مارغرين، ولا تكتفي بالزيت فقط أو تخلي عليه اللحم تاعي. نديرلو شويه تاع البصل مسكرفج نص حبه، ولا كان طبق تاع كبير ديري حبه كامله. يتقلى، نديرهم الملح وفلفل اسود. الاطباق العاصميه يعني معروفين بلي ما يديروش توابل، في الاسود فقط والملح. إذا ندير الملح والحميصة، أنا عندي الحميصة هنا يا طيبة نص طياب، يعني ديرتها في الكونجيلاتور، نديرها طيب مع الدجاج ولا مع اللحم كما حبيتي. نخليهم يتقلاو مليح، ندلهم شوية تاع المعدنوس، بهذه الطريقة نضيفكم طبق سهل هكذا باش نديرو تغيير في المائدة تاعنا الرمضانية ان شاء الله. نخلوه يتقلى، اذا هنا وتقلى داك البصل مليح. البصل كي يتقلى راح يعطينا طعم شباب للطاجين تاعنا، يعني لا مرقتيه هكذاك ماشي طايب مليح مش راح يجيك بنين طاجين تاعك. وكي تكون البصلة تكون مسكرفجة راح تجيك خاسرة المريقة تاعك. اذا راح نمرق بالماء ونغطي الدجاج تاعي بالماء. كما نعرفوا الدجاج يطيب بالخف، لكن اللحم عطولو وقته حتى يطيب. اذا نخلي المريقة تاعي تطيب مليح مع الدجاج ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا راح نكملوا الطبق تاعنا. واش راح نحتاج؟ كميه تاع اللحم المفروم، بيض مغلي قسمت الحبه على أربعة، حبه بيض كامله، المعدنوس، لا شابلور، بصله مسكرفجه، والملح وفلفل الكحل. نبدا مباشره طريقه التحضير. اذا ندير عليهم البصل، بصل مسكرفج، معدنوس، حبة تاع البيض، زوج مغارف كبار تاع لا شابلور. هاد لا شابلور راح تخلينا اللحم تاعنا يجي طري، ما يجيش ناشف يابس. نديرو له كمية تاع الملح، نملحو، وكمية تاع الفلفل الأسود. بهذه الطريقة نخلط الخليط تاعي مليح. حتى ينسجم كامل المقادير مع بعضهم. بزاف مليح هاد الطاجين، مليح للعرضات، يجي شباب. ها هو خلط مليح، نبدا مباشرة تشكيل الطبق تاعي. واش ندير؟ نحكم نفتحو على شكل خبيزة، ندير فيها ربع تاع الحبة تاع البيضة. هذا هو مومو في حجر أمو،
ونغلقها مليح بهذه الطريقة. طريقة سهلة بهذا الشكل. نزيد واحدة أخرى، نديرو ربع تاع الحبة تاع البيض، سيبيها خاصة شوية، زيدو عادي حتى نغلقو كامل هذاك البيض تاعنا، نغلفوه مليح غير بعقلك، نشكلوه كما رانا نشوفو، ونسيو كيفاش نخلوهم كامل يعني الشكل واحد. نخبز مليح ونديرو الحبة في الوسط، لأنهم كاين أخوات طلبوني في الأطباق الرئيسية هذا من بيناتهم. نغلقوهم مليح باش ما يتفتحولناش في المرقه كي نطيبوهم. اذا رانا راح نكمل كامل الكميه تاعي ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنايا الدجاج تاعي راهو طاب، المريقه راهي نقصت. ندير هذاك البيونداشي اللي كنت وجدته واللي بقى لي درتو كويرات صغار، نحطوهم غير بالعقل في المريقه، نقصوا النار باش يطيبوا غير في غضهم وما يتفتحولناش. ما نديروش النار قويه، كيديرونا القاوية تخاف يتفتحوا لكم في المرقة، ونحطوهم يطيبوا على النار قليلة بهذه الطريقة كما رانا نشوفو. هادوك لي بولات لي بقاو لي إذا نغلق على الطاجين تاعي ونخليهم حوالي 10 دقائق ربع ساعة تتولي ديك المرقة خاطرة ويطيب داك اللحم تاعنا ويتجمر، ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هو الطبق تاعنا واجد، درت الفيونداشي اللي محشي بالبيض في الطرف، الطرف تاع الدجاج ولا تاع اللحم في الوسط مع الحميصة، شبحته بمرصاوة تاع الليمون مع المعدنوس. طبق روعة، الريحة تاعو يعني تشهي ويجي بزاف بنين. نتمنى انكم تجربوه. هاكا نغيرو شوية في الاطباق تاعنا الرمضانية اليومية كما رانا نشوفو. ها هو الطبق، شوفو ديك المريقة كيفاش تجي خاطرة، خلوها خاطرة باش تجيكم بنينة وتجيكم شابة. وما تكتروش الملح لانو المرقة البيضاء ما ترفدش الملح بزاف مش كيما المرقة الحمراء. اذا ها هو الطبق تاعنا واجد، وإلا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما عليكم غير ديرو لي جيم من لافيديو، شاركوا في القناة حتى يصلكم الجديد، وتبعوني على صفحتي على الفيسبوك شهيوة أم وليد. وإلى الملتقى إن شاء الله، ونقولكم كامل بصحة فطوركم وصحة سحوركم، وإلى الملتقى إن شاء الله.